بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا معانا نشوف شوية مطابخ حلوة جدا جدا. حبايبي الحلوين، متابعين الكرام، لو عجبكم الفيديو نوروني باشتراك ولايك وأحلى كومنت من أحلى صحاب وإخوات وعيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ من الخشب، مطبخ تكلفة كتير بسيطة، تقريبا 300-350 دولار، من أنظف أنواع الخشب. تقريبا أخذ معي 6 ألواح خشب، هذا هو الخشب. الدولف أغلب المطبخ خشب ساندويش، هذا كتير بتحمل مية، معمول من الشكتين فورمايكا، من الشكتين ملبس فورمايكا، انتوا عليك بس تقصوه وتركبوه. والمجدة نفس الشيء، خشب ولكن خشب ضد المية، ملبس من الأعلى فورمايكا ضد المية، مثل ما انتوا شايفين. هو بسيط وروعة. إذا الفيديو بوصل لخمسة آلاف لايك حعمل تفاصيل أكتر عن المطبخ وكيف ممكن إحنا نشتغل المطبخ، وعن موضوع الطناجر والأدوات اللي نستخدمها للطبخ. أما بخصوص الحرف، إحنا ممكن ندهن الحرف بالبويا، أنا دهنته بالبويا، واللي مش حابب يدهنه بالبويا ممكن، نوضع هذا اللاصق بالمكوى، بلزق بالمكواية. الأمر كتير سهل وكتير بسيط. كل بيسألني ليش كله نظام دروج ما في ضرب، السبب سهل التعامل، بدل ما احنا ننزل وندور على الأشياء، هيك الأشياء كلها قدامنا، هيك بكون أرتب وأسهل إنه احنا نطول الأشياء، بدل ما احنا ننزل تحت، هيك احنا شايفين من فوق، شايفين كل الأغراض الموجودة في الأدرج، أفضل من موضوع الدولف احنا ننزل وندور جوا، هيك كله أمامنا بالدرج. كثير سألوا وين احنا ممكن نوضع بقايا الطعام، هذا هو بقايا الطعام نوضعها، ممكن نوضع أكثر من سلة لبقايا الطعام، هذا تحت الحوض، الموضوع كثير روعة وكثير في سلاسة. الحوض هذه مغلقة عشان في حوض هان، مشان الحوض، هذا مش درج ولكن ناخذ شكل الأدرج. والله كتير المطبخ عجبني كتير، يعني أكثر مطبخ أرتاح له، وهيك بسيط وكل شيء مبهور. تحت تناول الأيدي، يعني بصفح لك لحمة هذا ورز وتعمل خضار سلطة. كتير ممتاز، تفضل يا جماعة، تفضلوا تعدوا معنا. دائما اللي بيعمل مطبخ يفضل الحوض يكون مقابله الشباك، لما بكون الشباك مقابل الحوض او اثناء ست البيت ما بتطبخ يكون في شباك، هيك ما بتحس ست البيت بالملل. بخصوص الظهر، انا ما وضعت ظهر خلف النمالي، انا استكفيت بالكراميكا مثل ما انتم شايفين. ها روعه، وكثير الامر بسيط جدا، شايفين كيف؟ هان انا اعتمدت على كراميكا بدل الخشب بالظهر، هيك انظف وارتب. الفرن ان شاء الله حنعمل عليه كثير وصفات حلوه، وهذا هو الطباخ وهذا الشفاق. اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات، لانه رايكم كثير بهمني. في امان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنقدم لكم النهارده ان شاء الله مقطع لمطبخ فورمايكا حراري، كبس حراري. المطبخ صغير بس ما شاء الله في شغل عالي جدا. ده الرخام اهون، عاملينه اسود مستورد، طبعا ده اعلى من الجالاكسي واشيك من الجالاكسي كمان. وحضراتكم شايفين طبعا لبانته عاليه جدا. ده الفورمايكا، ده حامل كاسات اهون، عاملين حامل كاسات للمطبخ. دون كمان الفورمايكا الداخلي كمان، وعاملين 3 مفصلات، كان معتاد وده باكم، وده دولاب عاملينه للمقشات، ده طبعا دولاب المقشات اهون، ده حامل المقشات اهو الداخلي متثبت في قلب الدولاب. زي ما حضراتكم شايفين اللمعة. هو طبعا اللون، لون المطبخ الاساسي كافيه،
بس احنا سايبين عليه الاستيكر اللي بقى جاي على الفورميكا الحراري عشان الخدش لغايه ما اهل البيت يعني بيخلصهم. الرخام طبعا محبوك جدا على الرخام ومتقفل كويس بسيليكون علشان التسريب، وطبعا معمول له رجول من تحت علشان برضو المية، وده حامل المناديل، وده حامل المناديل طبعا بيثبت في الدلف، الدلف محكومة جدا زي ما حضراتكم شايفين، عاملين لها 3 مفصلات. المطبخ ما شاء الله يعني رغم انه صغير بس فيه شغل عالي جدا. طبعا يا رب ينال اعجابكم، ولو في اي استفسار طبعا الموقع على الفيديو. اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا